انطلقت القافلة الطبية بقرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة صحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد إن القافلة أجرت الكشف الطبي مع صرف العلاج ل 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. وتم إجراء لجميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. من ضمن من جوه القافله بنقدم خدمه الكشف، بنكشف على المرضى. عندنا تخصصات كتير زي البطنه والعظام والرمد والانف والاذن والمسالك والاطفال والجراحه والنساء وتنظيم الاسره. عندنا كمان معامل التحاليل المتكامله سواء كانت دم او طفيليات. عندنا خدمه الاشعه، وبعد كده المريض بعد ما بيتشخص على علاجه بيصرف علاجه كامل بالمجان. كل خدمات بنقدمها بالمجان. عندنا كمان خدمات زي الكشف المبكر عن الامراض المزمنه كالضغط والسكر. عندنا خدمه التثقيف الصحي لرفع الوعي. عندنا خدمه التقارير الطبيه واستصدار قرارات العلاج على نفقه الدوله، بحيث ان اي مريض او اي محتاج اي خدمه طبيه ايا كان موضوعها او مجالها يلاقيها عندنا، وكل الخدمات بنقدمها بالمجان. احنا معانا جميع الخدمات الطبيه بنقدمها للناس بالمجان. احنا كعياده نساء بنعمل سونار بالمجان، بنعمل تحليل دم برضه بالمجان، واذا استدعى الامر برضه بنعمل تحليل بول وبراز بالمجان. وطبعا مش محتاج اقول ان العلاج راخر بالمجان يعني. فالحمد لله خدمات ممتازه بنقدمها وكلها بالمجان من مبادرة حياة كريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.